الخبر العاجل إخواني أخواتي من المصادر مقربة من العائلة ديال دنيا باطمة، واللي كيأكدوا باللي ترك الطليق ديال هاد المغنية كيتصل بالوالد ديال دنيا في محاولة لاستعطافه لرؤية البنات ديال، خصوصا يعني بعد ما نشر واحد الفيديو على المباشر بمناسبة عيد ميلاد الابنة الصغيرة او البكر. نزيد نكرر اخواني اخواتي، هذا من مصادر مقربة من عائلة باطمة توسط بمكالمة هاتفية من الترك اللي هو الطليق ديال المغنية. فندخلوا في الموضوع، في هاد القضية اللي عندنا مجموعة من التساؤلات إخواني إخواتي. السؤال الأول، علاش هاد الطريق ديال اللي هو الترك يعني في الخرجة الأخيرة اللي كان في واحد التطبيق مباشرة واللي كان قال بالحرف أنه مستحيل أنه يرجع لهاد المغنية مهما كلفه الأمر، حتى أنه دخل في شي حوايج اللي ربما بعيدة كل البعد على المنطق، أنه قال يعطوني يعني سوارد جهنم يعني ندخل لهم وما نتصالحش مع هاد المغنية. سؤال ثاني، ما سبب كره المغنية للطليق ديالها؟ هاد الكره اللي هو صراحة دائما كنشوفو انها يعني كتحاول يعني تفادى ديك الاسم ديالو. اسئلة كلها اخواني اخواتي واللي فيها واحد اللغز اللي مرتبط صراحة بالحساب ديال حمزة مون بيبي، بعد ما كان علن في البداية ديال ازمة الطلاق ديالو بيناتهم واكد باللي عنده المفاتيح اللي كتورط المغنية في الحساب ديال حمزة موبي، وان عنده كل الدلائل وكذلك الصور والاوديوهات وهادشي كامل اخوان اخواتي، غير تكلم بهم بواحد اللغز يعني غير عطى واحد الاشارات اللي يعني هي ذكيه، وحتى المتابعين الكرام عرفوا يعني ان هاد الملف ديال حمزه مومبيبي بالفعل المغنيه كتسير هاد الحساب المشؤوم، يعني تصور فيديوهات الاوديوهات اللي كتكشف انها فعل صاحبه حمزه مومبيبي، وهادشي اللي خلاها انها تكره الطريق ديالها كرها يعني صراحه انها حالفه ما ترجعش لي نهائيا، فما بالك انها يعني توري يعني يزور بناته بالمغرب وهو خط احمر حسب الراي ديالها. فصراحه هاد السيد اللي شناه يعني هاد يومين يعني خرج في واحد اللايف، وصراحه اخواني اخواتي كان في حاله سكر وانه كيتكلم يعني بلا شعور، واكيد انه مازال يعني في الداخل ديالو مازال انه كيفكر في هاد المغنيه، بالرغم من انه كيتكلم كيقول عمر ما رجع ليا، انا ما كنبغيهاش ما كنحملهاش وانني غنتزوج. فحتى مساله الزواج بعض المناصر او المنابر الاعلاميه اللي قالوا انها تزوجات، فهادشي لا شيء من هذا القبيل، ما كاين حتى شي حاجه من هذا القبيل. فالسيد فهو مازال انه كيفكر فيها ومازال باغي محتاج بناته، ومازال انه يعني بغى يبني هذيك الزوجيه من جديد، وهذا مستحيل صراحه اخواني اخواتي، مستحيل في ظل هذه الازمه اللي عايشها مع هاد يعني هاد الطليق وهاد الحرب الكلاميه بيناتهم. وحتى انه هاد الكره اللي حاصل بين المغنيه والتور هو اللي جعل ان المغنيه تاخذ القرار النهائي بعدم يعني العودة ترك إليها يعني، والعكس صحيح حتى هو يعني دي صراحة ربما ان هذا الكلام اللي كيخرج فيه والتصريح كيقول انه ما كيبغيهاش وانه ما غيرجعش ليها، فهذا الشيء غير يعني لا شعوري، فهو في المنطق ديالو في العقل ديالو راه مازال كيفكر انه يرجع ليها. في موضوع اخر اخواني اخواتي، في القضيه ديال هذا المغني الحمزاويه، فالمحامي كيصدم هذا المغني بالقرار انه ينسحب نهائيا من هذه القضيه المتابعه فيها هذا الحمزاويه، وكيتبرأ منها خصوصا بعد ظهور بعض المستجدات اللي هي صراحه خطيره وخطيره جدا، وكشفت على المستور مباشره بعد كشف بعض المعلومات اللي كان دلا بها سيمو بالبشير اخواني اخواتي. سيمو البشير اللي اختفى على الانظار هذه مده 3 سنوات، واللي كان تعرض بالفعل لابتزاز من العصابه الحمزاويه.
فعلا هذاك الابتزاز هو اللي خلاه انه ما يدخلش يعني المغرب، خصوصا انه لفقوا له تهمه اللي خطيره خطيره جدا، على اساس انه هو صاحب الحساب وهو اللي كيسير. واكد ان الذنب ديالي الوحيد هو انه دار واحد اللقاء مباشر مع المغنيه وذكر فيها يعني الاسم ديال سعيده شرف وشبهها بالبقره، وهذا هو السبب الرئيسي اللي خلى هذه الفنانه سعيده شرف توجه واحد الرساله مباشره لسمو بشير واتهمه ان اساس هو صاحب الحساب حمزه مون بيبي. على اين فالقضيه ديال الحساب حمزه مون بيبي راه مازال يعني في ايدي القضاء، وحتى محكمه النقد والابرام اللي مازال يعني كنتظر واش تم القبول هذا الملف، بمعنى الى تم القبول ديال الملف ديال محكمه النقد هذا يعني انها سوف يتم تطبيق الحكم في حقها، الى ترفض فهذا يعني انها سوف يعني يعني اعاده المساطر القانونيه وغيتم اعاده الحكم والتحقيق مع في هذه القضيه، وبالتالي السيده يعني لا ما غتخش الا السجن. على اي فاحنا كمتبعين لهذه القضيه ديال الحساب حمزه مون بهذا الملف المشؤوم، ولازم اننا يعني نوجد او نخرج بواحد القرار نهائي من طرف هذه المحكمه اللي مازال كنتظروا يعني بفارغ الصبر انها تقول الكلمه ديال، لان الكثير من القنوات كل واحد شنو كيقول، شي كيقول يعني تم اعتقال المغنيه، شي كيقول تم التحقيق مع المغنيه، شي تيقول تم استدعاء هذه المغنيه، فهادشي فلا شيء من هذا القبيل. فالحقيقه هو ان محكمه النقد مازال ما قالت الكلمه ديالها، فالحقيقه الوحيده هي ان المغنيه اللي غتكون عند الجلسه مع ولد شينيو كذلك سعيده شرف يعني في الشهر المقبل، بخصوص يعني هذاك السب الشكايه اللي كانت رفعتها المغنيه ضد سعيده شرف وكذلك ولد شينيويه بسبب السب والشتم، وكذلك بعض يعني التهم اللي هي ربما نقدروا نعتبروها خطيره هو الابتزاز. فهادشي كامل اخوان اخواتي، فالمحكمه اللي غتنظر في هذا الملف وفي هاد الحقائق اللي صراحه غتفجر بعد لمستجدات يعني ربما كتخص الملف ديال حمزه مون بيبي اللي طال الامد ديالو واللي مازال ما تمش طي الملف ديالو لحدود الساعه. فصراحه اخوان اخواتي حنا عندنا مازال عندنا ثقه في القضاء بالرغم من توجيه تهم لي خطيره ضد هذاك القاضي اللي كان كيحمي هذه المغنيه واللي خذا فعلا واحد المبالغ ماليه لي كبيره واللي وصلت لاكثر من مليار سنتيم، مبلغ كبير وكبير جدا. كنتمنوا ان يعني السلطات الامنيه تم فتح تحقيق من جديد بخصوص هذه الاتهامات وهذه المصادر او هذه المستجدات اللي متعلقه لي صراحه بالرشوه، واللي هي من الدرجه الاولى كيعاقب عليها القانون المغربي. اخواني اخواتي حتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، فما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم والبارطاج ديالكم لهذا الفيديو. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.